الكريم للمحليات الأصايل، تنطلق من خلال دفعة أسماء جديدة تشارك من خلال الاندفاعات والتلقائية الجميلة التي تقدمها لنا في هذا المساء الرائع والمساء الجميل المميز الذي يحمل تحديات الكبار. نسير مباشرة إلى قلب الحدث وإلى مقدمة هذا الشوط والبداية والمركز الأول. من تتقدم في هذه اللحظات سلسبيل على المركز الأول، تعود الملكية من شعار هجن العاصفة، بينما في التضمير والتدريب بلا شك هنا يأتي غيات الهلالي. نقلة إلى المركز الثاني، المركز الثاني محبة لهجن العاصفة، وفي التضمير كذلك المضمر غيات الهلالي، بينما المركز الثالث هذه مزنة مشاهدينا العرب، تعود ملكية الهجن العاصفة تضميرها كذلك إلى غيات الهلالي الذي قدم لنا في هذا اليوم مع الكبار أسماء تابعناها في هذا الموسم. وبلا شك أكيد العيون تراقب من عليها الوسيلة والتحدي في منافسات قادمة قوية وبالتوفيق لهذا الشعار. بينما المركز الثالث المركز الرابع وصلت الآن الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم، اسمه الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم. التضمير والتدريب لدى سعيد بن سالم لينيبي ابو خليفه، هو من يقدم لنا انطلاقه هذه الشاهينيه. اما المركز الخامس فهناك هملوله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ياتي في عمليه تضمير محمد بن يمعه بالدبيله، هو من يتابع في عمليه التضمير. المركز السادس ننتقل مباشره الى ابعاد ولا قريبين، وصلت ابعاد لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم، والمضمر حمد بن علي العويسي صاحب الانجازات في الموسم الماضي خاصه مع سن الثنايا، حيث قدمت العديد في فقراتها في الموسم في مشاركات السباقات التمهيديه. بينما نحن نسير الى المركز السابع نشاهد ملوح تتواجد في المركز السابع لسمو الشيخ المربى مكتوم المكتوم بقياده المضمر المبدع سيف بن احمد بن خريده. المركز الثامن في الانتقاله القادمه هجن العاصفه تقدم شواهين في هذه المشاركه مع المضمر غيات الهلالي. والمركز التاسع وصلنا الى مطيله لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النيان. الله، هذا الاسم اكيد خاص وجميل ورائع وفنان يا الجنتلمان احمد بن خلوان بن صايغ المزروعي. في متابعه مطيله من الاسامي العملاقه، الاسامي القديمه التراثيه اللي دائما تخطر على بالنا في مشاركاتها. بينما المركز العاشر هذه مشاهدي الاعزاء تصل بينونه لسمو الشيخ سلطان بن زايد النيان، يضمر احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. هكذا هو المسار أيها الحمل الكريم، هكذا هي الانطلاقات في مواجهة ناموس التحدي والمشاركات. أعود إلى البداية وأعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، حيث البداية وحيث المراكز الأولية، وهناك العودة إلى المقدمة حيث تسير هذه الأسماء وتسير المقدمة لتعلن عن حضور شعار هجن العاصفة في المراكز الأولى. البداية والمركز الأول من خلال هذا التقدم في هذه اللحظات على المركز الأول تتقدم سلسبيل في مقدمة الشوط من هجن العاصفة، بينما في التضمير والتدريب ياتي غيات الهلالي معلنا عن وجود سلسبيل لتحمل الرقم واحد وعلى المركز الاول. بينما المركز الثاني هذه اللي تقدمت الان ابعاد تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم بقياده المضمر النجوم الخامس حمد بن علي العويسي. بينما المركز الثالث وصلت مزنه من هجن العاصفه وبقياده المضمر غياث الهلالي على المركز الثالث الان. بينما المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام الشاهينيه لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم، يضمر الشاهينيه سعيد بن سالم الينيبي وهو من يتواجد على المركز الرابع
بو خليفة. خامس المراكز وصلت في هذه اللحظة محبة من شعار هجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. أما المركز السادس وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء مطيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. في المركز الخامس المضمر والمتابع ياتي أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز السادس هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يضمر هملولة محمد بن يمعة بالدبيلة. وفي المركز السابع شوف الهجوم، هجمات مرتدة على المركز السابع. هذه اللي وصلت الآن ثمينة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي التضمير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الله يحمى أحلى هذا الطاري، طاري ثمينة يا أبو حياب. بينما المركز التاسع لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، وتتواجد ملوح بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة. المركز التاسع بينونة سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان. أحمد بن خلوان بصايغ المزروعي ضمره، ومحبة تتراجع إلى المركز العاشر لهجن العاصفة أو شواهين. بينما في تاياتي غياد الهلالي. هذه إذن النتيجة مشاهدي الكرام للمراكز المتقدمة. أعود إلى البداية إذن مشاهدين الكرام، أعود من جديد إلى لقاء هذا الشوط، حيث تسير هذه الأسماء لتعلن عن وجود شعار هجن العاصفة في قمة التحديات. في المكان الأول وفي التحدي الأول هناك هجن العاصفة، ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي تقود المجاميع سلسبيل على المركز الأول لهجن العاصفة. بينما اللي تليها في المركز الثاني هذه مزنة أيضا لهجن العاصفة، وبقيادة والتضمير بقيادة المضمر غياث الهلالي، حيث يقدم لنا نموذج مصغر من الكبار في قوتها ما شاء الله واندفاعها وعين الحسود مثل ما يقولون فيها عود. بينما المركز الثالث أبعاد لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. التضمير لدى مضمر النجوم الخمس ياتي حمد بن علي العويسي هناك في المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه الآونة. ولكن نشوف المركز الرابع بدأت يعني تتقدم، هذه مطيلة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان. عملية التضمير والتدريب في هذا اللقاء لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان وأحمد بن خلفان بصايغ المزروعي في التضمير. أسير إلى المركز الرابع، المركز الخامس وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى من تتواجد شاهينية سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم. يضمرها سعيد بن سالم النينيبي تحت المركز الخامس. والمركز السادس هذه بينونة لسمو الشيخ سلطان بن زايد النيان. يضمر أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي تحت المركز السادس. بينما المركز السابع ثمينة هذه ثمينة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. ويضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. أكيد هذا الاسم يعني مرور لكن سجل حروف ذهبية، ومع أكيد مع شعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. ثمينة الكبيرة وثمينة الصغيرة، ما يمكن قدمها الخطير في مسار مميز وعلقت في أذهان المتابعين جميع. بينما المركز الثامن شواهين من هجن العاصمي ضمرها غياث الهلالي. والمركز التاسع هناك شعار هجن الرياسة يقدم الشاهينية. بينما في التضمير حمدان بن عواض بالكيلة العامري. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى بوابة العبور، بوابة الانتصارات، بوابة التقدم، ونهاية مطاف جميل لهذه الحول المحليات الأصايل. أعود إلى البداية وأعود إلى المركز الأول، ما شاء الله لا زالت الأمور هناك وأحوال هذا الشوط مع وجود مزنة وكذلك سلسبيل، لكن مزنة هي الآن تتحرك تتقدم إلى المركز الأول. هذه أمامكم مزنة في صدارة الشوط لهجن العاصفة
بينما في تضمير هياتي غياد الهلالي والمركز الثاني. المركز الثاني اللي وصلت سلسبيل من هجن العاصفة، التضمير والتدريب ياتي غياث الهلالي على المركز الثاني. اما المركز الثالث واصله ابعاد في المركز الثالث لسموه شيخ زايد بن المر بن مكتوم على المكتوم، وايضا مرع حمد بن علي العويسي تتقدم الى المركز الثالث. اما المركز الرابع فهنا قدوم من مطيله لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النيان المضمر والمتابع. مشاهدينا الكرام ياتي في هذه الانطلاق احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. هذه إذن المراكز المتقدمة، بينما بينونة تقترب لسمو الشيخ سلطان بن زايد الليان يضمر أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. هذه الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، لكن عودة إلى شعار هجن العاصفة ومزنع مزنع مزنع، لا زالت مزنع على المركز الأول تتقدم هناك باندفاع تلقائية، اندفاع الثمين يسلم يا مزنع مزنع، بينما في تضمير غيات الهلالي المركز الثاني، كذلك هجن العاصفة، وهناك سلسبيل المضمر غيات الهلالي يقدم سلسبيل ويقدم مزنع في المركزين الأول والثاني، بينما المركز الثالث والرابع هناك مطيله وبينونه اسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الليان يضمر احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. ولكن مزنه مشاهدينا الاعزاء هي من اخترقت اجواء هذا الشوط لتحمل المنافسه، تحمل التحديات والسلامات من جديد لشعار هجن العاصفه، حيث انطلقت تحدياتها. والشوط الثاني عشر في انتزاع المراكز الاوليه او والنقطة الثانية عشر مشاهدين الأعزاء، لكن الله سلسبيل 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 خذت موقعها الصحيح. هجن العاصفة مشاهدين الأعزاء كلها مواقعها صحيحة ومميزة، وسلسبيل هي من تخطف المركز الأول، هجن العاصفة، بينما المركز الثاني أيضا هجن العاصفة في هذا اللقاء، وكانت مزنة تحتل المركز الثاني. المركز الثالث لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، المركز الرابع بينونه لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان، والمركز الخامس ابعاد احتلت المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقياده المضمر حمد بن علي العويسي. اعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام والشوط الختامي الذي من خلاله تنطلق هذه الدفعه من الحول المهجنات الأصايل 12 دقيقة 47 ثانية، وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني للحظات وصول سلسبيل لخط النهاية، بينما تهانينا والناموس لغياث الهلالي المركز الثاني 12 دقيقة 47 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا كذلك إلى المضمر غياث الهلالي على احتلال هذه المراكز والمواقع. أما المركز الثالث فكانت مطيلة لسمو الشيخ سلطان بن خالد بن سلطان بن زايد النيان والمضمر أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي، حيث حلت المركز الثالث وسجل التوقيت زمني مقدار أمامكم على شاشة التلفزيون مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات كما شاهدوا أو تابع. 12 دقيقة 59 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس كذلك إلى المضمر أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي.